المصادر الإعلامية في تركيا تشير إلى إقبال أهل مدينة إسطنبول على اقتناء الطيور، ويتحدثون عن أنهم يعني ذهبوا لهذا الأمر بسبب أحاديث إعلامية وعلمية عن أن الطيور قادرة على التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها بثواني أيضا، يعني ليس بالوقت الكبير. لكن بماذا تعلق على مثل هذه الأخبار وعلى إقبال أهل إسطنبول على شراء الطيور؟ يعني حقيقة الشريعة الإسلامية لا تنافي العلم، فإذا أثبت العلم، وربما باكتشافات شيء خاصة من علماء البيولوجيا أو علماء علم الأحياء، إذا علموا بأن الحيوانات يمكن أن تتنبأ بالزلازل أو الطيور تتنبأ بالزلازل، وأظن الكلاب أجلكم الله صحيح. إذا رؤيت تركض بطريقة معينة دون أن يرعبها أحد، دون أن يطاردها أحد، أيضا منبئة على وجود الزلزال، فلا مانع، ما المانع أن يتخذ الإنسان، يعني اعتبره قد اتخذ جهاز إنذار.